مع إطلالة العام الدراسي الجديد 2018-2019 تم القيام بمجموعة من الإجراءات لاستقبال هذا العام وتهيئة كافة المستلزمات المتعلقة بالكلية وخصوصا في مجال استقبال الطلبة الجدد، حيث استقبلت كليتنا لهذا العام الدراسي 375 طالب في الدراسات الأولية على قناة القبول المركزي، هذا فضلا عن قناة الشهداء بالإضافة إلى قناة النخبة والتعليم الموازي والمعلمين المجازين دراسيا أيضا فضلا عن تعديل الترشيح. تم قبول 58 طالب موزعين على الأقسام العلمية التي فيها دراسة الماجستير، 8 في قسم التاريخ، 13 في قسم الجغرافيا واللغة العربية، 27 طالب، واللغة الإنجليزية 10 طلاب. دكتور، شلون كانت استعداداتكم لاستقبال هذا العدد من الطلبة للعام الدراسي الجديد؟ حقيقة تم توزيع الطلبة على الأقسام العلمية الموجودة في الكلية وهي قسم اللغة العربية وقسم اللغة الإنجليزية وأيضا قسم التاريخ والجغرافيا بالإضافة إلى العلوم التربوية والنفسية وقسم الرياضيات وفق آلية رغبة الطالب والخيار الأول، وهي تقريبا أشبه بنظام القبول المركزي، وتوزيعهم على الأقسام وفق هذه الآلية بحسب الخطط المعدة من قبل مجلس الكلية، رغم أنه هنالك إضافات على الخطط تم توزيعها بنسب متساوية، وأيضا كان هنالك تهيئة للقاعات الدراسية لاستقبال هذه الأعداد وإسناد المحاضرات على الأساتذة وتوزيعهم بشكل يضمن العدالة في التوزيع فضلا عن مراعاة الاختصاصات الدقيقة، وخصوصا أكدنا على المرحلة الأولى أن يكون هنالك أساتذة أكفاء لإظهار صورة الأستاذ الجامعي وإعطائهم كم ومزيد من المعلومات لهؤلاء الطلبة.